عشرة أيام هي المهلة المتبقية أمام رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتقديم تشكيلته الوزارية للبرلمان ومع ضيق الوقت واحتدام صراع الأحزاب على تقاسم الكعكة الحكومية بات احتمال تقديم جزء من الوزارات أمرا مرجحا بواقع 12 أو 13 وزيرا من مجموع 22 يتركز معظمهم في الوزارات الخدمية للسيادية محور صراع الأحزاب وحتى هذا الجزء من الحكومة لا يبدو ان الشركاء متفقون عليه، فقد اكدت مصادر حكومية ان المباحثات حول تشكيل الحكومة لا تعدو كونها مشاورات لا اكثر، لكنها لفتت الى ان ميل عبد المهدي الى مقتدى الصدر يستفز باقي الاطراف السياسية فيجعلها تنظر اليه وكانه مرشح للصدر لا مرشح تسوية كما جرى الاتفاق. ما يدفعها الى دراسه امكانيه عرقله مرور تشكيلته الوزاريه في البرلمان وربما عدم منحها الثقه بحسب صحيفه العرب اللندنيه. ولعل ما يؤكد حديث الصحيفه ما قال النائب علي السنيد عن تهديد عدد من رؤساء الكتل والاحزاب السياسيه لعبد المهدي بعدم التصويت لصالح تشكيلته الوزاريه الا اذا مرر الوزراء الموالين لهم. في المقابل قالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قد يدفع للتنازل بسبب تصاعد ضغوطات الكتل السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة حتى وصلت إلى حد التهديد بعدم منح الثقة لحكومة الرجل فلم يتبقى أمامه سوى تشكيل حكومة بطريقة ترضي الكتل الكبيرة على الأقل والابتعاد عن أحاديث حكومات التكنقراط والكفاءات التي تخرج من الساسة على التلفاز وتم فيها أفعالهم حتى وصف النائب جاسم البخاتي الأحاديث عن حكومات بعيدة عن الكيانات والأحزاب بأنها لا تمت للواقع بصلة لافتا إلى أن الحكومة تمرر عبر البرلمان الممثل بالكيانات فبالتالي لا بد من كسب رضا الكتل السياسية لتمرير الحكومة ولو بنسب معينة